السلام عليكم. موقع مروان واي في خدمات كتيرة جدا، في حاجات خاصة بالأوديو والصوت، في حاجات خاصة بالفيديو، في حاجات خاصة بالإيمج، في حاجات خاصة بالتكست، وكله بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. في ممكن تديله صورة ويحولها لك لصورة تانية، ممكن تديله تكست ويحولها لك لصورة، ممكن تبقى عندك صورة معينة وتقول له طب ارسم لي حاجات حواليها. طيب خلينا ايمج تو ايمج ديت، بيقول لك ارفع اي صورة واختار بقى ايه اللي المفروض يحصل فيها. طيب خلينا مثلا نختار الصورة ليا، تحيات. هو بيقول لك ان انت ممكن تقول له مثلا اعملها لي كأنها مرسومة بالزيت، ممكن تقول له مثلا كرتون، يحاول لك شخصية كرتون. عايز كم صورة تخرج؟ ممكن 3 صور 4 صور. الريزوليوشن، الماجيك موديل هيبقى عامل ازاي؟ تمام، هيبقى بالشكل دوت. ممكن تقترح اقتراح، تمام، ممكن تقول له جنريت تاني. معرفش هو ضاف النضارة من عنده ليه، بس مش مشكلة عادي يعني. خلي بالك لما تقول صورة واحدة خصم درجات معينة، لما قلت له 4 صور خصم درجات اكتر بالشكل دوت. طيب خلينا نرجع للصورة الرئيسية، تمام، او ولا خلينا نكمل هنا. ماشي، اختار الصورة هيت، ودي هقول له مثلا اويل. ونشوف هتطلع ازاي. طلعها لي بالشكل دوت، تمام. فالموضوع ظريف. كل الحاجات دي هتلاقيها قريب في البرامج بتاعت ادوب، يعني الحاجات الخاصة بالصور هتلاقيها في الفوتوشوب، والحاجات الخاصة بالفيديو هتلاقيها في الادوب بريمير وهكذا. فدي ادوات احنا بنستخدمها، ما نخافش منها وما نقولش لا ده كده تقضي على المصممين، لا ده هي هتساعد المصممين ان شاء الله.